أغاني المهد أو الهدهدة من أقدم الفنون الغنائية في كل بقاع الأرض، وعادة ما يرتبط بها الطفل، ونحن جميعا ارتبطنا بها وارتبطنا أكثر بمن كان يقولها لنا. هذا اللون الغنائي الجميل هو واحدة من الألوان الغنائية التراثية في كل أرجاء اليمن، وتحديدا هنا في تهامة، حيث له خصوصية جميلة شاهدها معك. أوه ها أوه ها أوه ها أوه ها أوه ها فديت بابني مقاري فديت بابني مقاري وابني لا كراه مسجد سكت كل قاري وابني لا كراه في بيتي وتسمعوا يا جواري أوه ها أوه ها كراهم خبتا كرده الجبال ولا كراهم خبتا كرده الجبال وبسم الله الرحمن بسم الله الرحمن والخالق السبحاني والخالق السبحاني خالق ولا له ثاني خالق ولا له ثاني هو ها هو ها هو ها هو ها تزوجوا من حبها ما يغثاش نشال بتزوجوا من حبها ما يغثاش حميو ويكون أديب وابن الناس نشال حميو ويكون أديب وابن الناس أما زيم أسل بين مكاس نشالها لا أما زيم أسل بين مكاس حماتو زيم قرشهم راس نشالها حماتو زيم قرشهم راس أوه ها أوه ها أوه ها أوه ها أوه ها قد أوه ها أوه ها أوه ها إيه ما زوجيش ابن أم وأنا حلفت إيه ما زوجيش ابن أم وما زوجي الشارف هو من بين مكة وزمزم ما زوجي الشارف هو من بين مكة وزمزم استقراه بكر بيتي سكت ولا أتكلم استقراتني بيتي هلا عيونه بالدام أوه ها استقراتي بيتي قال جتي كبيرة ولا استقراتي بيتي قال جتي كبيرة ولا جاتني أوها أوها